بنادق وتطف وردنا يا اهل فلسطين شدوا بعض. أغاني جديدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني. بكتب بدمي حبك يا بلادي ولوح الأم أغرقني. نظهر ونفضح المذابح والإبادة التي يقوم بها الكيان الصهيوني. قامت أوبريت على غير الأوبريتات اللي كانت بتقام زمان بأدواتنا بلغتنا، نعلن فيه رأينا وموقفنا وتضامننا مع القضية الفلسطينية. والخطوة دي جات من بعد الأحداث الأخيرة اللي بتعيشها فلسطين مؤخرا، وكان أول من أطلق عمل جديد تضامنا هو أحمد سعد اللي قدم أغنية بعنوان غصن الزيتون. أرضينا بعد ساعات قليلة من طرح الأغنية اتفاجئ الجمهور بحذفها عن منصة يوتيوب بسبب احتوائها مشاهد عنف. وعلق أحمد بدوره على الموضوع ده من خلال البوست ده وقال فيه: معلش الفيديو اتشال من على اليوتيوب لظروف خارج إرادتي وخارج حريتي، بس نزلته تاني النهاردة على صورة بس، والفيديوهات جوه القلوب لا يمكن تتشال أبدا. نبيل شعيل عاد طرح شدوا بعضكم بطريقة مؤثرة. ايدينا واحدة يا ستي والله ايدينا واحدة. والشعب البطل هي أغنية من ديانا كارازون اللي دعت من خلالها للصمود بكلمات حماسية بتحكي عن قوة الشعب ده اللي وصفته بالأبطال. لا تتحدى رح نتصدل كل العدوان. أما علي الحجار فأطلق أغنية من فوقنا من سابع سما دعما للقضية، والكليب كان عبارة عن توثيق من اللي بيمر فيه شعب غزة. وأطلق الملحن يحيى الحسن أنشودة يا أخواتنا مهداة لأطفال وشهداء غزة، والكليب كان عبارة عن أطفال بيغنوا بالطريقة دي. أما الرابر علي لوكا كشف عن استعداداته لطرح أغنية جديدة بتحكي كمان عن الظروف المأساوية في غزة، وأعلن عن الموضوع ده من خلال الستوري دي وقال فيها: أنا لا أملك إلا الدعم الفني والمادي والمعنوي، فعشان كده قررت أعمل أغنية لدعم القضية الفلسطينية، وأكد إن أرباح العمل هتروح لغزة كلها. ودعا زملاء الفنانين للمشاركة في العمل تحت عنوان الفن رسالة.